امرأة تزوجت وأنجبت أولادا وبنات وحصلت مشاكل بين الزوجين، واتجهت الزوجة إلى بيت أبيها وانقطعت عن زوجها 8 سنوات، وزوجها تركها معلقة ولم يطلقها، وأيضا لم يصرف عليها غير أبنائها. ثم انتقلت الزوجة إلى رحمة الله وجاء إليها وهي في مرض الموت وطلب منها السماح، وجلس عندها وقرأ عليها سورة ياسين ثم دفنها، مع العلم أنه كان في حياتها يشتمها أمام أبنائها. فهل له أن يدخل عليها أثناء موتها بعد 8 سنوات؟ وأيضا هل له أن يرث من حاجاتها دون أبنائها، مع العلم أنه رفض أن يعطي شيئا منها لأبنائها؟ أرجو منكم توجيهنا في هذه القضية، جزاكم الله خيرا. إذا لم يكن طلقها فهي زوجته، له أن يدخل عليها ويرثها إذا ماتت لأنها زوجته لم يطلقها، وإن كان بينهما سوء تفاهم وقع بينهما هجر فهذا فيه تفصيل، إن كان السبب من قبله فهو آثم، وإن كان السبب من قبلها فهي آثمة وليس لها عليه حق، ما دامت أنها ناشز عنه وممتنعة منه والخطأ من قبلها فالإثم عليها. وعلى كل حال الله يتولى شأنهما، ولعله لما طلب منها المسامحة وأنها سمحت عنه أن الله سبحانه وتعالى عفى عما سبق. وأما الميراث فإنه باقي ما دام أنه لم يطلقها، فهو يرثها ميراث زوجية، ولكن ليس له أن يستبد بالمال الذي خلفته على أولادها، بل له فيه نصيب يكون له منه الربع والباقي لأولادها، إن كانوا إناثا فلهن الثلثان والباقي للعاصب، وإن كان في أولادها ذكور فإن المال الباقي بعد الربع يكون للأولاد الذكر مثل حظ الأنثى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.